أنا بدي سلم على زينب باسيل شمون إذا بتدقولا، لأنه أول شيء زميلتي بدي أتضامن معها. هلأ بيطلع لي ناس يقولوا لي ليش تتضمني معه ومش مع غيره، بتضمن مع الكل أنا حتى لو ما عملت يعني انفحات على تويتر، بس اللي تعرضت له واللي يعني مبارح على الهواء، أنا كنت عم بحضر يعني مش أنه رجعت حضرته على التويتر أو يوتيوب، أنا كنت عم تابع البث المباشر للأم تي في وزهلت بزينة قدي كانت قادرة تسيطر على أعصابها وعلى نفسها، وكيف كملت رسالتها بعد تعرض عليها للاعتداء بشكل يعني بشكل غريب الأطوار، يعني بشكل غير أخلاقي بتاتا. يعني صباح الخير زينة. هاي بونجور. بونجور ريما. بونجور، يعطيك العافية. كيفك صبا بس الحال؟ لك صوتك رايح. بصراحة يعني يعني بالنهاية قد ما تقولي انك قوية، لا مو خاصية منا، وبدي بلش من نقطة كتير معينة، انه هيدا دورنا وهيدا واجبنا كصحفيين. نحنا يعني نحنا بس ننزل على الارض ونتعرض لأي نوع من الاعتداء، هيدا ما لازم نلعب ابدا دور الضحية، هيدا دورنا، هيدا نحنا، هيدا نحنا مثل الاطباء كيف وقت الحرب لازم يكونوا موجودين، نحنا وقت الحرب والسلم والخصوم والامور البشعة نحنا موجودين، لانه نحنا لنقل الصورة، وأكيد الصورة بتوجع وبتخوف، هي أكتر سلاح يعني بيخوف وبوجع أكتر شيء، يعني أكتر يمكن من حياة لشيتين. ومشان هيك بعادة يعني الإنسان اللي بيبقى ضعيف أو الإنسان اللي عنده شيء بده يمر وما بده حدا يشوفه، أول شيء بيقرب عليه هو الصورة تي يعني يخبي هيدا الشيء. بقى على الصعيد الشخصي أنا ما عندي أي مشكلة، وأنا بأيام الثورة تعرضت لأنا ولا كتير زملاء غيره منه، حتى زملاء بمحطة تي في، وهذا الشيء كنت أنا أبدا ما كنت بأيده ولا حدا من الإعلاميين بأيده، لأنه نحنا بننزل على الأرض بنعرف شو صعوبة الأرض، بنعرف شو صعوبة إنك تكوني بمجتمع هالقد مسيس طائفة عنده، يعني نحن عن جد نقل الخبر عنا من الأرض كتير صعب. نحن الصحفيين اللبنانيين لازم يعملوا لنا نيشان برا، نحن ما بتنزل على مجتمع كله متضامن كرمال ضد قضية واحدة، كله مسيس، يعني بتصير بدك تلاقي كلماتك وبدك الناس اللي عم تحكيهم بالوقت نفسه ما فيك ما تعطي للآخر صوته، صوت الآخر أيام بده يعني عندك كتير هيك صعوبة وقيم بتغلطة، يعني ما بتقعدي تعرفي شو بدك تعملي لأنه أنت بهيك وضع. صحيح. بكل الموضوع أنا اللي صار مبارح، أنت مبارح شو قلت بالضبط؟ يعني شو الكلمة استفزتها يما مجرد وجودك والأم تي في استفزوها؟ لا هو مجرد وجودنا، يعني إحنا من أول ما نوصل صرنا من نهار الجمعة عم نتعرض لهذه الحملات التنمر، وهن بيعتبروا قالوا لي إياها إنه هن بيعتبروا إنه عم بفشوا خلقهم وعم بيردوا اللي صار معهم أيام الثورة، يعني هن بيعتبروا إنه اللي صار مع غير محطة لازم هن يطبقوها هلأ مع هيدا المحطة. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني اللي صار مع محطة الأو تي في خلال الثورة والكمان التعرضات والإشكالات اللي صارت مع المراسلات، هني هلأ بدهم يردوها لغير مراسلة، وهني هلأ بموقع عم بيقدروا يردوها، لأنه هني هلأ هني بموقع الأرض. القوة والساحة صحتهم. هني هيك عم بيفكروا، مع أنه يعني أنا اللي أنا لأني ضد هيدا الموضوع ما لازم كرره مع ناس تاني، لأنه أنا ضدهم بالمبدأ، يعني أنا بس كون ضد الاعتداء على الإعلام، يعني أنا ضد الاعتداء على الإعلام بالمبدأ ومع الكل. صحيح. هني لا جايين ومبينة واضحة، يعني نتروكي لطلعتي على الهواء، أنا من بعد خبرتي يعني واضحة أنه هيدا الشيء مدروس، بقى بس شفته أنه مدروس عرفت أنه لازم سيطر على حالي، لأنه مدروس منه تلقائي، منه عفوي، منه من إنسانة فعلا موجوعة اللي قربت حكيتني، منه من إنسانة، لأنه التقيت بأشخاص فعلا موجوعين وبتحسي من حكيهم قدام هالزبين لأنه بيكونوا فعلا موجوعين، بينما هيدا الشخص مبين أنه هي منه موجوعة، هي مسيسة، هي مطلوب منها تعمل هيك، لو ما هيك ما كانت اولا لهيدي الجمله من قالت، وكثير قصص من قالت، يعني انت بتكون صار عندك خبره على الارض، فانا كنت عارفه وحاسه انه هيدا الشيء عم بيتحضر، كنت ايش انا بس انزل كثير براقب على الارض،
كثير يعني عيوني بيكونوا 24 على 24. وعرفت من نهار الجمعة أنه في رسالة ومخطط أنه هيدي المؤسسة مين ما كان، مش بس زينة، مين كانت جورس، كانت منى، كانت مين هيدي المؤسسة، شو ما قالت عملوا عليها ما تركاش، كذابة كذابة كذابة، بتخلوها بتستحي، بتخلوها هيك بتزعل أو بتتضايق. أنا يعني أنا المشكلة أنه أنا باللعب الإعلامية، أنا بعلمهم إياها هو للسياسيين عرفت كيف. فأنا مشان هيك عرفت سيطر على حالي، وكنت كتير حريصة شو بدي أحكي، لأنه عارفة أنا شو ناطرني الخصم اللي وقف على الطريق، شو ناطرني للأسف قول الخصم، لأنه دماج صح دماج، لأنه أنا بس نزل الميكرو قل لهم أنا ما بزعل أنك عم تعتد علي، ما بقى أتبرر، أنه قولي سوري، وبتعرف إحنا ما نعصب، تقولون أنا ما نزعلين، أنا هذا ضمن شغلي، أنا إذا كنت بمعركة حرب بدي أكل رصاصة يمكن ما نزعلين، أنا اللي مزعلني أنكم عم تقولوا أنه نحن كذابين أو أنا كذاب، وأنا ما بقبل حدا يدق لي بمهنيتي ويقول لي إني كذابة، لأنه أنا ما بكذب، أنا اللي بقوله على طول مواصل. شو اعتبروا عم بتكذب بأي مطرح؟ بكل شيء، نحن كل شيء بنقول، يعني بكون عم بقول مرحبا كذابة. عرفتك مش إنه في شيء هيدا زي المتركة، أنا أول ما بلش رسالتي بيلعبوها إنه بصيروا يصرخوا حدك ويقولوا كذابة كذابة، أول شيء تشتتوا لك أفكاري. طبعا. يعني أنت ما تقدر تمرقي رسالتك، تلك شيء تنفعلي. عرفتي شو عملوا عليك هيدي الضربة، بتصيري أنت لا تقدر تخبري، بيضيعوا الشنكاش، ما بتقدر تقدر توصل الرسالة، ما هو كل المسرحية إنك تضيع الشنكاش، لأنه إذا بدك تقولي 1 2 3 4 وصلت الساعة 2، وصلت الساعة 3، تم خلع الباب، فاتت، أخذت الكمبيوترات، أنا عم بروي شو عم بيصير، أنا منو دوري أقول هذا يحق أو لا يحق. أنا بالمقدمة النشرة قالوها، وبهيدا أنا منو دوري، أنا عم بقول أنه وصلت الساعة 3، هول بس تقوليهم تسرديهم، هول أقوى من جزء من المقدمة السياسية، لأنه هول عم تسرد الوقائع، يعني كمان عم تثبتي الأمور أكثر وأكثر، هني هدفهم أنه هول ما تقوليهم. شو بدك تقولي طيب إذا هو ما قلتيهم؟ أحد الأشخاص سألته، قلت له أنا شو برأيك لازم أقول، لأنه أنا قلت بدي أسمع، يعني ليش بس يمكن أنا عم بزعج فعلا فئة من المشاهدين أو من اللبنانيين، عم بيمكن عم بوصلهم صوتهم. قال لي بتقولي وأخيرا وصلت، وأخيرا خلعت الباب، وأخيرا سنصل إلى معلومات الداتا، وأخيرا سنحرر لبنان من الفاسدين، وأخيرا هيك بجينا أقول رسالتي. يعني الموجودين حابين هيك أقول رسالتي. عزوقون يعني. ايه عزوقون. للأسف يعني انت كنت عم توصفي كل الوقت، يعني زينة انت بقيتي يعني تبعتي كل هالقضية من الاول للاخير، كنا عم نشوفك انت وحدك يمكن. نعم صح. انا الوحيدة اللي كنت عطول عم تابع القضية بي امام شركة مكتب. شو قالوا لك الام تي في؟ شو لازم تقولي؟ لا الام تي في ما قالوا ليش بدي اقول. يعني ولا حدا حكينا، لبل أكتر يعني، خليني أقول لك شغلة، ما بعرف يمكن رح يزعلوا مني الام تي في، أيام بقولوا لي ما بقى تعطي إفار هالقد، ما تحكم معهم هالقد، لأنه ما عارف شو جوابهم، أنا أرفض يعني، بطلع لايف وبعطي عطول الآخرين الجواب، برفض لأنه بعتبر لا أنا مجبورة على، مش مجبورة، هيدا دوري على الأرض، سمع صوت الكل، وأنا موجودة بموقع هلأ الصوت كله واحد بميلة اللي أنا عم بنقول مع المتظاهرين. أنا بدي أنقل لهم صوتهم، عجبني أو ما عجبني، بس أنا ما بقبل حدا يقول لي إني كذابة. أنا هيدا بس العتب الوحيد، يعني أنا من الجمعة عم بتعرض إنه كل شيء بقوله على هوا كذب، وأنا من الجمعة عم بحط على الفيسبوك إنه كل شيء عم بقوله عم رافقه بصور إنه أنا مني كذابة وبفيديوهات. هيدا المطلوب بس، وعدم يعني واحد بس يكون عم بيعطي رسالته، ما حدا يقرب عليه من الموجودين. انا ما عم بقول بس المتظاهرين اللي شفناهم امبارح، حتى بثورة 19 صار في هيدي الاخطاء طبعا، بس ولكن الفرق انك انت بثورة 19 كان عندك ملايين الناس نازله، اوكي، ما بتعرفي هيدا اذا كان تلقائي او هذا كان مسيس، مش عم دافع، ولكن امبارح كان عندك فقط 100 شخص معروفين انهم مسيسين. يمكن لما قلت انت عونيه قالوا لك لا مش عونيه، نحن مودعين او شيء من هالنوع. لا ايه انا قلت انا على طول بقول انه المودعين مع الحرس
القديم القديم. والحرس القديم معروف انه هو حرس تيار وطني حر، وهن بعتقد منهم مستحيين لانه جايين حاطين ماسكات بهذا الاسم، وهن بعتقد لهم الشرف مثل ما عم بيقولوا انه عم بيدافعوا عن هيك قضيه. فاذا ما لازم يكونوا ابدا مستحيين، يعني لازم يكون لهم الشرف وينبسطوا انه عم نقول انه هن وراء هذه القضيه. اعتدت عليهم القوى الامنيه زينه؟ لا دغري، يعني تم سحب من قبل التيار الوطني الحر من اشخاص من التيار الوطني الحر الى جنوب، وتم انه بدنا ما تم الاعتذار باسمهم. وطبعا مثل العاده بيعمل واحد غلطه بيصيروا لك نحن ما لنا مسؤولين عنه، يمكن هو منه معنا بيصير منه معهم دغري. انا بزعل على اللي عمل مشكل انه كيف دغري بيتخلوا عنه بعد 3 ثواني انا معطر بيبعتوه بيعمل مشكل بعد 3 ثواني نحن ما بنعرفه نكروه بتطلع بهيداك بقول انا يا حرام على هيداك يا حرام على هيداك عمل المشكل باسمهم دغري نكروه. بقى هي واضحة يعني الأمور، ما بدها كتير تفسير واضحة وكل شيء، إنه هن هول المجموعتين مع القاضي عون وهذا حقهم، مع هن مع هذا الملف إلى الآخر وهذا حقهم، بس ما في ما يمنعونا نقول إنه نعم مجموعة متحدون ومجموعة الحرس الأديب هن موجودين بالساحة فقط لا غير، وهذا هو في يعني أصلا في حقد يعني معروف وتاريخي بركي من الفترة الماضية على المؤسسة كمؤسسة وعلى مين ما كان موجود، وخاصة بهاي القضية ما بيسمعوا حتى هني، بس تم إخلاءهم من الساحة. قلت أنا أنه إخلاءهم من الساحة ربما هو أمر لازم تعمله القوى الأمنية، لأنه الساحة ملك خاص، ولكن بالملك العام ما إلى حق القوى الأمنية توقفهم ويتظاهر، لأنه هذا حق مقدس بالدستور. قلت مثل ما كنت أنا أقول ب17 سنين هذا حق مقدس من الدستور أنه الناس تتظاهر، أنا قلت هذا حق مقدس أنه هن يضلوا أوكي برات، بس ممنوع حدا يشيلهم برات الطريق. بس خلص عرفت شو في أول ما بتفوتي في غضب في نفسية مش إيش مش قادرة تسيطر على حالة. للأسف للأسف أنا بزعل لأنه التيار الوطني الحر طول عمره هو يعني حتى بثورة 17 كان يوقف ويقول عيب أنه تتعرضوا للإعلاميين لصحفيين الأو تي في ولصحفيين، مثل ما أنت تزعل حدا يتعرض لصحفيين الأو تي في لازم تزعل حدا يتعرض لغير إعلام بقصة المبدأ، غير أنه أنت يمكن ما هالسياسة المحطة ما بتعجبك هيدا حقك وهيدا شيء، ما أنا ما فيني أجي أقول لا، نحنا كل واحد عنده رأي سياسي، ولكن أنت لازم تكون ضد التعرض للإعلاميين على الأرض بهاي الطريقة. يعني صحيح يعني صحيح. بس سؤال، أنت بما أنه كنت على الأرض، قيل أنه القوى الأمنية تعرضت للناس اللي كانوا مؤازرين يعني القاضي عون، اعتدت عليهم القوى الأمنية يعني بالنسبة للي شفناه ب 17 تشرين ماشي غنج. بس ما هني قالوا ما علي إذا وحدة دفشتني، ما شو صار لي قالوا لك هيك؟ بقى أنا بقول لهم إحنا ب 17 تشرين من اعتداءات على الناس شفته أنا امبارح وماشي غنج تم سحبهم أكيد القوى اسمها قوى أمنية، يعني هي ما بتجي لأنه بيكون كل شيء تمام، هي بتستعمل القوى مش هيك اسمها القوى الأمنية. يعني بس تظهري أنت بطلب من المؤسسة أنه أنت بملك خاص، تظهري بين بيت الناس بطريقة ما سلمية، ما حدا بيجي بيشيلك بطريقة قوية، مش هيك اسمها قوى أمنية. طبعا لم يتم التعرض لأحد، صار في تدفيش صار في تلاسن، هذا شيء طبيعي يعني حدا عم يجرك يقول لك ظهري بدها تشير هذا يعني ليه مسلمينك هالمهمة إليك؟ ما عم يبعتوا غيرك على عوكر انه هي مش قصة مين الشخص، لا بس انه انت لانه متابعتيها مشان هيك لأوصل لأسألك عن هالقضية بالذات. اذا بدك تختصري لي اياها، شو عم بصير بهاليومين؟ هل هو كما يصفه البعض استعراض فقط، يما فعلا القاضي عون قدرت حصلت على المعلومات اللي بدها اياها بالقوة، يما المعلومات اصلا ما بتكون موجودة بهيك مطارح اذا موجودة؟ يعني يعني أنا هون ما بقدر جاوب هذا جواب، لأنه أنا مني محققة ولا أني خبيرة ولا مشاهداتي ولا أني محامية. أنا المشاهدات اللي شفتهم من برا شفت أنه القاضي عون عنده إصرار لمتابعة هذا الملف،
هذا الإصرار انعمل بطريقة لا يشبه الشعب اللبناني ولا يشبه القضاء اللبناني ولا يشبه صورة اللبنانيين. كيف يعني؟ يعني إنه طريقة إنه ربما هي محقة، أنا مني هون قانونية، ولكن خسرت كل قضيتها بس خلي التيار السياسي يدعمها، لأنه القضاء بيكون فاسد مش بس ما يقبض مصاري، القضاء كمان بيكون فاسد بس يتدخلوا السياسيين يعني. والمبكي المضحك امبارح اللي سمعته أنا إنه كل القضاة مسيسين، ليه ما بدكن غادة عون تكون مسيسة؟ يعني رجعنا لنغمة كلهم سرقوا، ليه نحن ما بدنا نسرق؟ رجعنا لنغمة كلهم فاسدين، ليه نحن ما بدنا نكون فاسدين؟ هذا المبكي، هذا اللي بجرحك بالصميم، انه انت جاي تضبط او جاي تعمل مثل الاخرين. صحيح. يعني تركوا القاضي عون تعمل تعمل شغلة. راحت اول نهار ما حدا منعها تفوت على الشركة، راحت تاني نهار ما حدا منعها تفوت على الشركة، راحت من بعد جلسة مجلس القضاء الأعلى قعدت نص ساعة، ولكن ما كان مع مناصرين، صار كل شيء بسلاسة، نص ساعة فلت، أخذت البدية وفلت. كل ما بدها القاضي عون إنها تفوت تعمل تفوت على الشركة، عم تدعمها فريق سياسي، بدل ما هالشي عليها كقاضية ربما هي بدها تجي. أنا 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 مني هون بوضع احكم علي اللي عم تعمله صح أم غلط، أو هي أنا بوضع عم شاهد كمشاهدة، بدل ما تعمله بطريقة بهدوء وحكمة وتضل لوحدة وقف على البوابة وتقول أنا بدي فوت لوحدة، ما بدي حدا يكون وراي من السياسيين، كان أكبر شرف ووسام إلى القاضي عون. أنا مع إن هي متابعة بهالصرامة، أنا حبيت هالمشهد اللي عندها، لأنه إحنا نساء ونحن بنعرف إنه هالمواجهة ما بتخوفنا، ولكن أنا زعلت كتير واعتبرت إنه هي خلت هالصبغة السياسية تفقدها كل مصداقيتها. نعم أنا بستمر بالملف، ولكن ما بحط وراي لا حزب سياسي ولا دعم سياسي، لأني أنا مثل ما هن عم بيقولوا، لأنه الغادي محقة، لأنه محقة مش بحاجة ما أنت ما بتشبه حدا، ما أنت قلت إنك نعم. أنت ما بتشبه، وأنتوا يا معتصمين واللي عم بتدافعوا عنا، أنتوا عم بتقولوا إنه ما في قاضي إلا منه مسيس، نحن نرفض هالشي، ما شو عم تعملوا؟ رجعنا يعني لنغمة سرقوا بدنا نسرق، تزعرنوا بدنا نتزعرن، نحن ما عم نقول انه الاخرين هن هن يعني اوادم او هن ملايكة، الكل 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 عنده اخطاء، ولكن من يريد ان يأتي ويصحح ما بيعمل نفس الشيء. نعم. أنا هيدي وجهة نظري. بعد فيش اليوم تحركات؟ بعد فيش اليوم يوم ما بعتقد اليوم في، لأنه أخذت امبارح سحبت القاضي عون امبارح كل الملفات المطلوبة، كما أنه أخذت حصلت على أجهزة الكمبيوتر، فأكيد اليوم هي بحاجة لبعض الخبراء ربما ليومين لأنه يطلعوا على الداتا وكل المعلومات ويشوفوا هالداتا إذا شو فيها وشو ما فيها. يعني بعتقد هلأ هي بوضع أنها تكون بجلسات مغلقة أو اجتماعات مغلقة مع الخبراء براء. نعم. عم بشوف شو صار فيهم هول، شو ماذا بداخل هذه الكمبيوترات. سو ما بعتقد اليوم هي بعد بحاجة انها تتوجه لشركة مكتف للاستحصار على اي معلومة، لانه حصلت على كل شيء امبارح. نعم، يعطيك العافية زينة، الحمد لله على السلامة. مرسي مرسي لكم كلكم، ومرسي للمستمعين، وبوسك وبوس كل اللبنانيين. يعطيك